أعزائي طلب التخصصات المعمارية في كل مكان أهلا وسهلا بكم من جديد ويوم جديد مع درس جديد من دروسنا المعمارية النهارده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض ونتابع الحلقة السابقة من تكنولوجيا الخرسانة الصف الأول وعايزين نوصل الحلقات ببعضها مع بعض كده ونسترجع مع بعض ونقول إن الدرس دون كان بيتكلم عن أعمال الخرسانة واتكلمنا فيه على مدار حلقتين سابقتين في اعمال الخرسانه العاديه ثم انتقلنا لاعمال الخرسانه المسلحه وعشان نعمل عمليه ربط طبعا لان ده الجزء الخاص باعمال او اللي هيتم فيه عمليات التقييم او الامتحان في شهر آه أربعة ان شاء الله باذن الله شهر ابريل في نهايته فلازم نكون عارفين ان الجزء ده هيتم الاختبار فيه اللي هو جزء اعمال الخرسانات اتكلمنا حلقتين قبل كده طبعا في جزء الخرسانه العاديه واتكلمنا عن انواعها ونسب خلطها وبتستخدم ازاي وانواع الخلط نفسها وشرحناها بشكل مستفيض وادينا عليها مجموعه من التمارين عشان بعد كده احنا في نهايه الحلقه النهارده باذن الله هيكون ختمنا او بنعمل عمليه ختام لدرس الخرسانات اعمال الخرسانات بشقيها الخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه يبقى حضرتك مطالب انك انت تتابع معانا لنهايه الحلقه عشان في نهايه الحلقه هنقدم زي مجموعه من الاسئله اللي ان شاء الله باذن الله لن يخرج عنها اختبار شهر ابريل فيما يخص الشق الخاص بأعمال الخرسانة، خرسانة عادية وخرسانة مسلحة، نرجع تاني نقول ان احنا اتكلمنا عن الخرسانة العادية بأنواعها ونسب خلطها وعملية الخلط بتتم ازاي، انواع الخلط نفسها يدوي وميكانيكي وآلي، ثم بعد كده انتقلنا لأعمال الخرسانة المسلحة وعرفنا الخرسانة المسلحة يعني ايه تعرفها ثم اتكلمنا بعد كده عن الاشكال او المباني الهيكلية لأعمال الخرسانة المسلحة وتناولنا اثناء عملية العرض قلنا عناصر الهيكل الخرساني اتكلمنا عن الاواعد أواعد طبعا عادية ثم أواعد مسلحة وميد أو سملات وأعمدة ثم أعتاب وقلنا الأعتاب اللي هو الوش الخرسان اللي بيركب على فتحات الأبواب والشبابيك ثم تناولنا بعد كده الكاميرات وبلطات الأسقف وإحنا أثناء عملية العرض اتكلمنا عن توزيع الأحمال وإزاي الأحمال بتتم وتناولنا بالشرح إن هو كلما زاد عرض وطول أو مساحة الأساس كلما كانت توزيع الأحمال يفضل على نسبة أكبر من التربة ليه تلاشي عملية الهبوط وقلت توزيع الأحمال بيجي عندي من بلاطة السقف ثم الكامرات والكاميرات بدورها بتوزعها على الأعمدة بنسب متساوية كل عمود له جزء محدد من الأحمال بينتقل له عن طريق الكاميرات الأحمال بتنتقل للأعمدة من الكاميرات ثم الأعمدة بتوزعها على الأواعد المسلحة اللي بدورها بتوزعها على الأواعد العادية ثم بتنتقل من الأواعد العادية لمساحة أكبر من التربة كل ده بيدور في فلك أو في منظومة أو في إطار إن أنا أعمل عملية حفاظ على المبنى من عملية الهبوط ليه؟ لأن لما ينتج عملية الهبوط يكون بشكل امن وبشكل بكامل المبنى وبالتالي بعد انت عمليه الصب العمليه دي بتحس بت يعني بتحدث انا ما احسش بيها اثناء عمليه الهبوط. طيب ده في لما يكون بشكل امن والمبنى كله مع بعضه بيحقق الشرط اللي هو نسبه الهبوط الامنه اللي بتكون محدده في من المكتب الاستشاري او المهندس الاستشاري اللي بيكون محدده بناء على الاحمال. تناولنا طيب خلاص كده اتكلمنا عن الاحمال وتوزيع الاحمال والهيكل الخرسانة وعناصره من اواعد وسميلات وميد وما شابه ثم بعد كده اتكلمنا عن كنا بدأنا في خواص الخرسانه وكنا توقفنا في الحلقه السابقه عند وزن الخرسانه المسلحه، وقلت لك ان وزن الخرسانه المسلحه بيختلف خلي بالك بقى عشان هنفتكر مع بعض، بيختلف على حسب نسبه الحديد اللي موجوده فيه، وقلت لك انك انت لما هتكون ملتزم بالنسبه المقرره في الاعمال الاعتياديه اللي, اللي هي من 80 كيلو جرام حديد الى 150 كيلو جرام حديد، النسبه دي لما تكون انت ملتزم بيها في عمليه التصميم او عمليه البناء او التنفيذ اسف يعني، ايه اللي بيحدث؟ بيكون وزن المتر المكعب من الخرسانه واتكلمنا يعني مكعب متر مكعب والفرق ما بين المتر المكعب والمتر المربع المتر المكعب من الخرسانه يصل الى 2500 كيلو جرام يعني 2 طن ونص ده لما يكون ملتزم بالحديد طبعا لما يكون في الاعمال اللي هي ماهيش اعتياديه بقى اللي هي ذات الطابع الخاص مثل الكباري وما شابه اكيد طبعا انه هيستخدم حديد باقطار اكبر وبالتالي المتر فيها طبعا وزنه هيكون ازيد من السيخ العادي الثلاثه لينيا او الاربعه لينيا اللي انا بستخدمه في المباني العاديه بتاعتنا وبناء عليه بيختلف هنا وزن الخرسانه وزن المتر المكعب من الخرسانه في المبنى اللي هو الاعتيادي من المباني ذات الطابع الخاص على حسب نسبه وكميه الحديد ونوعيه الحديد كمان اللي موجوده فيه كنا توقفنا في الحلقه السابقه عند هذا القدر وتناولنا اللي هو الخصائص الخاصه بالخرسانه المسلحه هنستكمل النهارده ان شاء الله مع بعض عشان نعمل عمليه ربط وانهاء لدرس أعمال الخرسانه في ماده تكنولوجيا خرسانه الصف الاول وطبعا قلنا زي ما قلنا في الاول ان الجزء ده خاص بشهر ابريل حسب توزيع المنهج اللي موجود عندنا اللي احنا ملتزمين به عشان ان شاء الله تتم فيه عمليه اختبار ثم بعد كده باذن الله هنتكلم عن اساسيات الكهرباء وده ان شاء الله باذن الله هيكون موجود في حلقه باذن الله قادمه خلينا النهارده ان شاء الله نبدا مع بعض ونسمي الله كده ونجهز الورقه والقلم زي ما بنقول دايما في كل حلقاتنا واكتب معانا العناصر وتابع الدروس بتاعتنا وتابع قناتنا الجميله عشان نقدر بعد كده ان شاء الله نحقق النجاح ويكون لنا دايما التوفيق والسداد في الاختبارات الخاصه بنا طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن او نستكمل عمليه خصائص الخرسانه ونشوف مع بعض كده نروح ونبدا مع بعض كنا توقفنا في الحلقه السابقه طبعا عند وزن الخرسانه وقلنا ان دي خاصيه من خصائص بتتوقف على كميه الحديد ونسبته في المستخدمه في الخرسانه. طيب الخاصيه اللي بعد كده اللي هي كثافه الخرسانه وقلنا بتختلف كثافه الخرسانه او نشوف كده مع بعض كثافه الخرسانه بتختلف باختلاف المواد الداخله في تركيبها. فتكون حوالي 2400 كيلو للمتر المكعب من خرسانة اللي هي ايه مكونة من خرسانة اللي ايه الزلط، لان لو في عندي خرسانة ثانية يا مستر، اه طبعًا خرسانة ممكن تكون مكونة من اه اللي هو السن الأبيض اللي, اللي إحنا بنشوفه أو كسر البزلت أو ما شابه، يبقى أنا هنا بتكلم عن الخرسانة اللي هي داخل في تركيبها الايه؟ الزلط، بتكون كثافتها 2400 كيلو للمتر الايه؟ المكعب، طبعًا باختلاف الايه؟ المواد الداخلة فيها ده حطها لك شرط. بعد كده الخاصيه الثانيه مقاومه النار هي طبعا ده ميزه او خاصيه من خصائص الخرسانه المسلحه ان هي بتقاوم النار غير الخشب غير الحديد غير اي كان اي مكان من المواد الاخرى فبيقول لي ان الخرسانه المسلحه اللي هي خرسانه الاسمنت البورتلاند اللي هو العادي بتاعنا الاسمنت اللي بنستخدمه من اقوى المواد تحملا ومقاومه للنار ولضمان عدم تاثير الخرسانه بالنار يجب ان يكون الحديد بعيدا عن سطح الخرسانه بعدا كافيا لحمايته من التاثير بالنار ونوضح الجزئيه دي مع بعض يا شباب، ليه؟ ازاي الحديد هيكون بعيد عن سطح الايه؟ سطح الخرسانه، لو نفتكر مع بعض ان انا بتكلم دايما او هنشوفها عن حاجه اسمها الغلاف الخرساني للحديد، الغلاف الخرساني ده او الغطاء الخرساني ده بيختلف طبعا على حسب المكان اللي موجود فيه، لان انا ما ينفعش ان هو رجل النجار او المقاول عندي بعد ما هيعمل عملية إزالة الخشب أو يفك الخشب بتاع الشدة الخشبية والفرم إن أنا أبص ألاقي مثلا السياخ الحديد ظهر عندي وبالتالي هتكون معرضة لحاجات كثيرة جدا ودي من أخطر العمليات اللي بتتم في عمليات التنفيذ ليه؟ لأنه طبعا هيكون معرض للصدأ ومعرض للعوامل الجوية بشكل مباشر وبالتالي لا طب إيه المفروض يا مستر بتعمل عندي حاجة اسمها غلاف خرساني أو غطاء خرساني بيختلف يا مستر طبعا بيختلف على حسب برضه المكان اللي موجود فيه العنصر اللي ايه الخرسان يعني الغطاء الخرساني في الجنب لما يكون في عندي كاميرا وهعمل غطاء للحديد بيوصل الى 2 سم ونص ما يقلش عن 2 سم ونص تمام كده طيب لما اكون انا بعمل قاعده في الاواعد وسملات وما شابه في الاساسات يعني في الاواعد اللي المسلحه ما يقلش الغطاء او اللي احنا بنسميه خلاص اللي هو الغلاف الخرساني او لو انت بتسمعه بالاسم الدارج عشان بعد كده ما تشتغل في مشروع او تكون موجود في مشروع وتسمع الاسم فتبقى عارف ان هو ده المقصود بيه اللي هو الغلاف الخرصان اللي انت درسته بشكل علمي او هندسي بيتقال عنه غلاف خرسان هم بره في الصنعه بيسموه او الصناعيه بيقولوا عليه الغطاء الغطاء ده الغطاء الخرسانه ده في الشكل اللي هو العشوائي او في المقاول اللي هو العادي بيعمل ايه بيجيب كميه كسر حجر او ما شابه وبيقوم رافع السيخ بالملاوينه اللي معاه او العتله الحديد اللي تبقى موجوده معاه، بيقوم رافع السيخ ويقوم حاطط تحت منها الايه؟ كسر الحجر ده او الزلطه او بينقي مثلا زلطه كبيره او حاجه وبيحطها تحت، طبعا ده خطا كبير جدا وده غير مسموح به في الاعمال الهندسيه اللي هو لما تيجي تسلم شغل لاستشاري او حاجه بتشرف عليها جهه حكوميه اكيد ده هيترفض، ليه؟ لان طبعا ممكن يحدث عمليه انزلاق، الزلط ده لانه طبعا ناعم ما مفيش عمليه ربط ما بينه، ثانيا ممكن يحط في جنب من الجناب زلطه ذات ارتفاع مثلا اكبر شويه وفي الجزء الثاني اقل شويه اذا الغلاف الخرساني اللي موجود في الجنب هنا غير الغلاف الخرساني اللي موجود في الجنب هنا يبقى في خلينا نتفق الاول ان في القواعد المسلحه اللي هي الاساسات الغطاء الخرساني ده للحديد ما يقلش عن 5 سم تمام كده يعني انا لو انا فرضا مثلا عندي قاعده خرسانيه ابعدها المفروض بعد ما يفكها القاعده دي تبقى متر في متر تمام كده لما يجي يعمل الحديد بتاعه هي مش هتبقى متر في متر بقى، الحديد القفص الحديد التففيص الحديد نفسها لما يجي عشان يجهزها بره ويجي يسقطها في قلب الايه؟ في قلب الفورمه الخشب اللي موجود عنده، طيب ابعادها لازم الحديد ده هيبقى قالل عن مساحه الغرفه بتاعتي كام؟ 10 سم، ليه 10 سم يا مستر؟ عشان خمسه هيسيب خمسه من الجنب ده وخمسه من الجنب ده، اذا يبقى سيخ الحديد هنا هيبقى اقل من بعد القاعده وده هنشوفه بعد كده ان شاء الله باذن الله لما ننتهي على خير من الصف الاول في اعمال التخطيط لما اجي اعلمك بعد كده ازاي تحسب طول حديد التسليح في الاواعد واعمل حساب الغلاف الخرساني يبقى في الاساسات بيكون من لازم ما يقلش عن 5 سم اما في الكاميرات والجنب الثاني لما اجي افك الجنب الاقي الحديد ظاهر عندي من الايه؟ وش القاعده او من جنب القاعده طيب بيعمل حاجه اسمها احنا بره كده في اه في الاسم المدرج بتاعها اه بيقولوا عليها البسكوت البسكوت ده بيكون عباره عن له طريقتين اما قطع من البلاستيك بتكون ذات تخانه محدده وطبعا معروفه لما يكون في هستخدمها في اه اعمده او كاميرات بيكون المسافه بتاعتها السماكه بتاعتها بتكون 2 سم ونص اما في السيميلات هو بيكون مجهزه بتكون كام 5 سم ده بتركب بطريقه معينه لها فتحه معينه بتركب في السيخ ما بين السيخ الحديد لما هو واقف كده السيخ الحديد والجنب الخشب بتاعي فبتعمل عازل ما بين الايه؟ الجنب والسيخ اثناء عمليه الصب لو الحديد اتحرك معاه فرضا مثلا مش هيقدر يوصل للجنب وبالتالي هيحافظ على المسافه اللي هي زي ما قلنا 5 سم. ده طريق من من الاغلفه بتاعه طب الطريقه الثانيه لما كنتش موجود عندي في الموقع الغلاف اللي هو البلاستيك ده في بعض المواقع بيجي بقى قبل الصب مثلا وليكن انا هصب او انا هسقط الحديد بتاعي مثلا وليكن وبعد بكرة من النهاردة بيجي العامل بيعمل حاجة على أرض كده بيفرش منطقة ماشي بيكون مجهزة وبيصب بسماكة اللي هي 2 سنتي متر في متر مثلا او نص نص نص, نص متر في نص متر سمكه 2 سم ونص وبيحط فيها اللي هو سلك الرباط الحديد ده فيها يعني بيتنيه ويكون ايه مقسم البلاطات بتاعتي دي او النص متر في متر ده بيكون مقسمه لقطع صغيره زي قطع احنا بنسميها هو بره بيسموها بسكوت عشان هي فعلا بتكون شكل البسكوت بيقطعه قطع صغيره كده وهو لسه الخرسانه طريه طول وعرض قطع صغيره القطعه ما بتزيدش عن 5 سم او 7 سم في 7 سم بيتخانق اللي هي 2 سم ونص لما يكون هيستخدم فيه كاميرات واعمده اما لو هيعمل في السملات بيكون عاملها تخانه كام 5 سم زي ما قلت في بدايه الحلقه بعد كده بيجيب سلك الرباط ده بيكون تاني الفتله او القطعه بتاعه سلك الرباط بيكون تانيها بجزء بحيث أنه هو يسقطها فين يسقطها في قلب كل قطعه بيحط فيها ايه قطعة من السلك ده لما الخرسانة ان شاء الله بعد كده بيعالجها بالمية يرشها بالمية وبتاع تم عملية الشك وتكون تمام بعد كده بيفكها فبتطلع عنده قطع كل قطعة بالتخانة بتاعتها موجود فيها قطعة من السلك بيجي يحطها ما بين على وش السيخ بتاعه او على جنب السيخ ما بين الجنب الخشب وما بين السيخ الحديد ويكون رابطها بالسلك السلك ده بقى فايدته ايه ان هو هيربطه في السيخ نفسه عشان يضمن ان القطعة دي ما تنزلقش او تتحرك يمين او شمال كده انا عرفت ان الغلاف الخرساني له اهميه كبيره جدا هي ان هو هيبعد او يبعد او يضمن ان حديد التسليح ما يكونش معرض للعوامل الجويه وبالتالي ما ينتجش فيه ايه صدأ او مشاكل بعد كده تعمل عمليه اضعاف لقوه الايه الخرسانه اللي انا اصلا في الاساس مستخدمه عشان يزيد من عمليه الايه قوه تحمل الخرسانه للعوامل الجويه او الاحمال او ما شابه يبقى هنا نرجع بقى لو هنرجع للشريحه بتاعتنا نتكلم في صميم الشريحه بتاعتنا اللي كانت من شويه اللي ضمن خواص الخرسانه مقاومتها للنار طب انا الحديد ده الخرسانه دي ده في من ضمن العناصر بتاعتها الخرسانه المسلحه ماده زي ماده الحديد اللي هي السياخ طب عشان تقاوم ما هو الحديد ده لو سخن معايا هيعمل مشكله في الايه الخرسانه صح لو حدث حريق لا قدر الله طب اضمن منين ان هو ما يتعرضش لعمليه السخونه دي اثناء عمليه الحريق ان لازم في بدايه الانشاء وانا بشتغل او التنفيذ اضمن ان الحديد ده عليه غلاف ايه خرساني امن ده طبعا اتكلمنا عليه بشكل مفصل من شويه هو في القواعد بيصل الى 5 سم ما يقلش عن 5 سم في خلي بالك ان انا ده الحد الادنى ممكن يزيد ما فيش مشكله اما في الكاميرات والاسقف قلت ان هو والاعمده ما يقلش عن كام 2 سم ونص يزيد برده ما فيش مشكله لان ده طبعا كل ده عوامل امان للحديد بتاعي وضمان جوده الخرسانه نرجع بقى للشرايح بتاعتنا تاني بنقول هنا ان من ضمن الخصائص خلاص مقاومه النار الخرسانه اللي هي بتتكون من الاسمنت البروتلاندي بتاعنا من اقوى المواد تحملا ومقاومه للنار ولضمان عدم تاثير الخرسانه بالنار يجب ان يكون الحديد المستخدم يا حديد التسليح بعيدا عن سطح الخرسانه بعدا كافيا او بشكل كافي لحمايته من التاثير بالنار. طيب بعد كده تابع الخاص تاثير البروده ما هي برضه الخرسانه زي ما بتتاثر بالحراره او النار مثلا اكيد بتاثر برضه بالجو واللي هو الرطب او ما شابه فهنا بيقول لي ان هبوط درجه الحراره يعني كل ما كانت درجه الحراره اقل لو حدث هبوط في درجه الحراره والجو بقى برد الى اقل من المعدل المعتاد اللي هو الطبيعي اللي احنا الجو بتاعنا عادي في بيقول لك لو هو هبطت درجه الحراره دي من من هبطت عن الدرجه المعتاده والجو المعتاد بتاعنا ايه اللي بيحدث بيؤخر ده بيكون ناتج عنه عمليه تأخير لعملية الشك بتاع الأسمنت، لذا يجب أن تخلط الخرسانة بالماء الدافي، ده طبعًا ده في الجو نون، في الجو شديد البرودة، لما يكون عندي جو درجة الحرارة منخفضة ماشي وأنا بتم بقوم بعملية صب لازم أضمن إن المية عندي تكون مية إيه؟ دافية بشكل إيه؟ يعني أعلى شوية من المية اللي موجودة في الجو الطبيعي بتاعي، بيقول لي إذا كانت درجة الحرارة قريبة من الصفر ويجب الحفاظ عليها بعد ذلك من الجو زائد البرودة، يعني يا شباب الجزئية دي؟ ان انا لو انا عندي وليكن مثلا مبنى هشتغل فيه في جو شديد البروده ودرجه الحراره قريبه من الصفر وطبعا الحمد لله ربنا يحفظ مصرنا الغاليه درجه الحراره عندنا في جونا ما بتصلش للمرحله دي وان كان بتكون يعني اقل شويه ولكن خلينا نتكلم بشكل عام انك انت لو في الجو شديد البروده وافترض ان انا مطالب مني ان انا مثلا مبنى في مكان معين الجو ده درجه الحراره فيه قريبه من الصفر يعني قليله جدا فانا ايه اللي يعني ايه المشكله اللي ممكن تحصل معايا هيحصل معايا تاخير لعمليه الشك الاسمنت والماده الفعاله اللي في الاسمنت هتتاخر في عمليه الشك نظرا لبروده الايه الجو طب انا عايز بقى ايه اوصل لدرجه الخرسانه او للتفاعل الخرساني بتاعي بشكل امل في عمليه الايه الشك طب هوصل لده ازاي لازم استخدم ميه تكون بشكل ايه اكبر دافي يعني انا لازم استخدم الميه بشكل أمان أكثر ده يعني أمانا تكون دافئة عشان يحصل عندي عملية الايه؟ الشك للأسمنت وتتم عملية الخرسانة عندي بشكل ايه؟ جيد لأن لو ما حصلش الكلام ده عملية الشك بتاعتي هتتأخر وبناء عليه فك الخشب عندي طبعا بدل مثلا ما هو 24 يوم أو ما شابه على حسب ما نص الكود المصري بتاعنا لا هيزيد عندي العملية وممكن مع برودة الجو كمان اكثر فبالتالي هتغيب معايا اكتر فانا لا انا ممكن اعوض الكلام ده طبعا في اضافات حد هيقول لي يا مستر ده في اضافات دلوقتي حديثه بتضاف للخرسانه او ما شابه طبعا عايز اقولك ان الاضافات دي ما بتضافش كده ده اكيد وهيجي الكلام عليها بعدين كمان شويه بتضاف بنسب معينه بيحددها الاستشاري الخاص بالمشروع والمصمم الخاص او القائم على عمليه تصميم المبنى يبقى الاضافات دي هتيجي بعدين ولكن خلينا نتكلم ان انا ما عنديش اضافات وبشتغل في موقع الموقع ده او المكان ده نسبه الحراره او درجه الحراره فيه بتصل الى الصفر هعمل ايه لازم استخدم ميه يعني بشكل ايه تكون دافيه بشكل اكبر عشان اقدر استخدم او اتم عمليه شكل الخرسانه فبيقول لي هنا بقى ايه بعدها طبعا ده اذا كان الجو زايد الايه البروده فبيقول لي هنا الخاصيه الثانيه تاثير المياه الملحمه خلي بالك برضو انك انت مش اي ماده او اي ميه اسف هتستخدمها لا طبعا لان الاحماض والقلويات اللي موجوده عندي في الميه وممكن كمان الحاجات الملوثه اللي موجوده في الميه تعمل عندي مشكله اثناء عمليه الصب، بيقول طبعا اصبح من السهل التغلب على مشكله تاكل الخرسانه من تاثير المياه المالحه باستعمال اسمنت خاص ينتج محليا اللي هو بنسميه اسمه اسمنت ايه؟ سي ووتر وطبعا لازم نوضح الجزئيه دي برضو ونعمل عليها سبوت لان انا محتاجك انك انت تفهم اكتر من انك تحفظ طيب بيقول لي انا هتغلب على تاثير الميه المالحه دي ازاي يعني دلوقتي بقى عندي حاجه جميله جدا وخامه موجوده عندنا وبتنتج الحمد لله في عندنا في مصر اللي هو الاسمنت السي ووتر اللي هو مقاوم للميه المالحه وده طبعا يعني في اغلب الاوقات احنا ما بنستخدموش او ما بتلجاش له الا لما بتكون بتشتغل في سملات او حاجات وأواعد أو اسفل سطح الارض يعني في تربه عميقه مثلا وبستخدمها برضو في حاله لما يكون عندي في رشح في التربه ميه يعني انا وانا, وأنا بشتغل محفور اساسات قابلنى تربه فيها ميه نسبه ميه طب الميه دي انا بعد خلاص عمل لها عمليه شفطه او ما شابه برضه انا ما اضمنش ان هو يحدث عندي عمليه ايه؟ رشح من جوانب التربه او القاعده يكون عندي نسبه ميه موجوده في المنطقه او التربه اللي انا بعمل فيها الاساس بتاعي. طب انا هعمل ايه بقى عشان اتغلب عليها؟ على المشكله دي ده خلي بالك ده ده اذا كانت التربه نفسها موجود فيها الايه؟ الميه المالحه دي او اللي فيها القلويات دي لان انا مضمنش انها طبعا ممكن تكون ميه مجاري او ما شابه انا مضمنش ان الميه دي ايه وبالتالي فانا بتغلب على الموضوع ده بالاسمنت اللي هو بينتج حاليا دلوقتي اسمنت السووتر وده موجود عندنا في مصر وطبعا بيكون ايه الشكاير بتاعته طبعا اغلب الشباب عارفينها او احنا درسناها في الترم الاول لان احنا واحنا بندرس كنا بنتكلم عن انواع الاسمنت البروتلاند العادي والكرنك وسريع التصلد والسووتر وما شابه فكل شكاره بيميزها الاهرامات بلون معين فكنا انا عارف ان ده اسمنت السووتر ليه بستخدمه بستخدمه عشان يقاوم المية الملحة اللي موجودة في التربة بتاعتي لو انا في منطقة ماشي التربة بتاعتي كويسة جدا وانا ما ما قابلنيش اثناء عملية الحفر او ما شابه تربة مية في التربة بتاعتي طب انا هستعيد على ده ازاي بس انا عندي مية مالحة اللي موجودة انا في منطقة وليكن مياه البحار او ما شابه في عندي اسمنت مخصوص اسمه مقاوم لمياه البحار وده بيكون هو معد او التفاعل بتاعه يعني انتج خصيصا لمقاومة الايه الاحماض او الاملاح اللي موجوده في مياه البحر او ما شابه بستخدم له الاسمنت ده ودايما بيطلق عليه او هم بيسموه اسمنت هايت ده بيكون موجود استخدامه عشان خاطر مقاومه الميه المالحه يبقى انا عندي عندي شقين ممكن انا اكون في موقع كويس جدا تربه عاديه ما فيهاش اي مياه طالعه او ما شابه ولكن الميه اللي موجوده عندي او المتاحه ميه مالحه طب انا هستخدم ده ازاي او هستخدم الميه المالحه دي ازاي اقدر اقاومها ازاي استخدم الاسمنت المقاوم لها كل حاجه وليها حاجه صح كده طيب لما اكون انا في تربه اصلا انا عندي ميه عذبه ولكن التربه الميه اللي انا هخلط بيها ميه كويسه جدا وميه حلوه اشرب منها زي ما بنقول ولكن التربه نفسها فيها ميه طالعه عندي لو انا بحفر اعلى منسوب الميه الجوفيه طلع عندي ميه طب انا اعمل ايه الميه دي انا ما اضمنش ممكن طبعا هحللها لا تطلع فيها احماض تطلع فيها املاح طب انا هعمل ايه استخدم الاسمنت السيوتر اللي موجود وده طبعا منتج محليا وموجود عندي يبقى انا كده عرفت اسمنت السيوتر ووتر بستخدمه دي معلومه كده على هامش الشريحه بتاعتي ان هي اتقالت قبل كده في الترم الاولاني ولكن بنعيدها تاني وجه دورها هنا اهو عندنا في الترم الثاني إن أنا بستخدم اسمنت السي ووتر لمقاومة الايه؟ المياه المالحة سواء ناتجة من المشروع بتاعي من التربة أو مية موجودة في المشروع أنا هستخدمها في عملية الايه؟ الصب. نرجع تاني ونكمل مع بعض باقي الخواص. إيه هنا بيقول لي إيه بقى؟ الخاصية التانية قوة الخرسانة تزداد بيقول هنا قوة الخرسانة دي بتزداد مع مضي المدة من وقت صبها حتى تصل بعد ثلاثة شهور إلى الحد الذي يعتبر اساسا لقوه الخرسانه في التصميمات المختلفه، يعني ايه بقى يعني بيقول لك ان الخرسانه دي بتزيد قوتها كلما زادت المده من مده الصب يعني مده الخلط حتى بعد ايه؟ ثلاث شهور، كل يوم بتمر او بيمر على الخرسانه من بعد الصب بتاعها تمام كده بيزود من قوه اللي قوه تماسك الخرسانه وقوتها لمقاومه الاحمال او ما شابه، ولكن بتصل الى كام؟ بعد ثلاث شهور بتكون وصلت لاقصى حد من قوه الخرسانه عشان اضمن ان الخرسانه عندي بقت زي ما بنقول كده تمام وتقدر ان هي تقاوم جميع الاحمال وقوتها بقت مظبوطه لازم يمر عليها كام من من تاريخ الصب ثلاث شهور اهو بيقول لي بعد ثلاثة شهور الى الحد الذي يعتبر اساس لقوه الخرسانه في التصميمات المختلفه انا يعني عشان اضمن ان الخرسانه بتاعتي وصلت الى قوتها او ذروه القوه فيها ومتينه لازم يمر عليها قد ايه؟ ثلاث شهور ابقى كده انا مطمن وعارف ان كده ده اقصى حد لقوه الايه؟ الخرسانه. طيب نشوف اللي بعدها. جهد الشد لو نفتكر وانا قلت لك ان الخرسانه بتقاوم جهد الخرسانه المسلحه بتقاوم جهد او الخرسانه بشكل عام بتقاوم جهد الضغط اما الخرسانه الحديد بيقاوم جهد الايه؟ الشد. خلي بالك ان الخرسانه المسلحه داخل من ضمن مكوناتها الحديد يبقى اذا هي هتقاوم برضه معايا اللي الخرسانه المسلحه جهد ولكن طبعا بنسبه اقل اللي هو جهد الايه؟ الشد فنشوف مع بعض كده بيقول لي تتحمل الخرسانه جهد شد يسبب كسرها مساويا الى 7% ماشي من مقاومتها وقد تقل هذه القيمه الى يعني القيمه من 7% بتنزل الى 5% وعموما يهمل هذا المقدار في حسابات التصميم حتى لا يسمح للخرسانه بتحمل اي جهد شد مهما كان بسيط ليه بقى هو بيقول لي ان الخرسانه المسلحه بما انها داخل فيها حديد المفروض ان جهد الخرسانه المسلحه ما بتقومش عندي جهد شد الخرسانه بتقاوم جهد الضغط اما مقاومه جهد الشد ده وظيفه من وظائف المين الحديد طيب هنا بقى حتى الجهد اللي هو مسموح به ان هي تقاومه بيصل الى 7% من مقاومتها تمام وبتقل النسبه دي لحد 5% وعموما وبشكل عام غير مطلوب اصلا كمان ان الخرسانه لان ده مش مش مطلوب منها خلاص يا شباب مش مطلوب من في حسابات التصميم ان الخرسانه اصلا تقاوم جهد ايه شده ده مش دورها لان هي بتقاوم جهد الايه الضغط حتى النسبه البسيطه دي اللي هي 7% وبتقل وتصل الى 5% يعني شيء لا يذكر كمان الجزء ده هو, كمان غير موجود يعني المفروض ما يبقاش موجود وما في حساباتي عند عملية اللي التصميم ليه؟ لأن جهد الشد ده وظيفة أو مهمة حديد التسليح الخرسانة عندي بتقاوم جهد اللي الضغط مش جهد اللي الشد خلاص كده يا شباب فلازم أكون عارف إمتى أن جهد الشد ده غير مسموح به في عملية التصميم للخرسانة المسلحة كده احنا في نهايه الخواص الخرسانه بنعمل ملخص اهو عشان انا هجيب لك بعد كده ممكن اجيب لك سؤال من خص... من خواص الخرسانه المسلحه نقط ونقط ونقط او اذكر خواص الخرسانه المسلحه وبما ان انا بتكلم عن خواص الخرسانه المسلحه ممكن اجيبها لك بشكل ايه او آه هنتكلم عليها طبعا في الاختبار بشكل موضوعي يبقى انا هجيبها لك في صوره اكمل او صح وخطا وخطا وممكن اجيب لك هنا خاصيه من الخصائص ناقصه او غير موجوده او ممكن اجيب لك خاصيه اصلا مش من خصائص الخواص الايه الخرسانه المسلحه وبالتالي فلازم تكون حافظهم او فاهمهم ايه هم واحد التمدد اتكلمنا عليه بعد كده المرونه ثم تاثير الشك ثم اللي هو التماسك والالتصاق وخلي بالك انا لازم بعرضهم لك انا بعمل لك ملخص للجزء الخاص بخواص الخرسانه المسلحه عشان لو انت بتكتب وراها بتسجلهم ايه الخواص اللي احنا اتكلمنا عليها فلازم تكون عارف واحد التمدد اثنين المرونه ثلاثه اتكلمنا عن تاثير الشك بعد كده التماسك والالتصاق بعد كده قلنا جهد الشد ثم قوة الخرسانة ثم وزن الخرسانة ثم خاصية الاستطالة وتناولنا برضو تأثير المياه المالحة ثم تأثير البرودة ثم مقاومة النار وأخيرا كانت كثافة الخرسان يبقى اتكلمنا لو انت كده عدتهم ده أربعة 12 خاصية من خواص الخرسانة المسلحة اتكلمنا عليهم جزء كان في الحلقة السابقة وجزء النهاردة بدأنا بيه اتكلمنا عن التمدد والمرونة وتأثير الشك والتماسك والالتصاق والتص... واتكلمنا عن الجزئية دي ووضحناها اللي هو بيحدث ما بين السياخ حديد التسليح والخرسانة المسلحه، بعد كده جهد الشد وقلت لك ان جهد الشد ده وظيفه من وظائف الحديد حتى الجهد الـ او الـ القيمه اللي هي 7% وتقل الى 5% غير مسموح بها كمان في عمليه التصميم اثناء اجراء عمليه التصميم للخرسانه المسلحه مش مطلوب منك انك انت تحمل الخرسانه جهد شد، بعد كده قوه الخرسانه وقلنا ان هي بتزيد بعد او عشان اضمن قوه الخرسانه وان هي وصلت الى اقصى جهد قوة فيها لازم يكون مرة عليها قد ايه شهور اتكلمت عن وزن الخرسانة المسلحة وقلت وزن الخرسانة بيختلف من على حسب قيمة الحديد او مكان الحديد المستخدم صح كده قلنا ان طبعا الحديد لما يكون فيه طرق ومشابه اكيد هيختلف عن لما يكون فيه الاعمال الاعتادية اللي هي العمارات وخلافه اتكلمنا عن معامل الاستطالة ثم تناولنا برضو بالشرح النهاردة دي كان الجزء بتاع النهاردة تأثير المياه المالحة وتكلم عن ان في اسمنت خاص بمقاومه المياه المالحه وبينتج محليا اللي هو اسمه السي ووتر تمام كده ثم بعد كده اتكلمت عن تاثير البروده لما يكون بصب في منطقه فيها درجه الحراره بتصل الى الصفر او قريبه من الصفر بعمل ايه لازم استخدم ميه بيكون بشكل اكبر ايه دافيه بعد كده مقاومه النار وقلت مقاومه النار في الخرسانه عشان اضمن مقاومه النار في الخرسانه المسلحه لازم يكون عندي غلاف او غطاء خرساني بشكل كافي للحديد ثم اتكلمت بعد كده عن كثافه الخرسانه وبكده يا شباب يكون خلصت خواص الخرسانه المسلحه وننتقل لشريحه اخرى من شرائح الخرسانه المسلحه هنبدا في مميزات الخرسانه المسلحه ممكن اقول لك اذكر او من ضمن مميزات الخرسانه المسلحه نقط ونقط ونقط او ما هي مميزات الخرسانه المسلحه نقط ونقط ونقط فانت هتقولهم طبعا في الاسئله الموضوعيه او في المزايا ممكن اجيبها لك بصح وخطا واحط لك نقطه ما هيش موجوده في مميزات الخرسانه المسلحه وبالتالي لازم انت تكون حافظهم وعرفهم من متابعتك لينا ودروسنا على القناه. نشوف مع بعض كده مزايا الخرسانه المسلحه واحد اقتصادية التكاليف لوجود مكوناتها بوفره ودي اللي انا اتكلمت عليها من شويه في بدايه بتاعت الحلقه بتاعتنا قلنا الخرسانه المسلحه من ضمن مميزاتها ان هي يعني غير مكلفه ليه؟ هي طبعا حد هيقول لي يا مستر ده حديد ومشابه لكن هي لما لك ان تتخيل لو انت بتنشئ منشا في مثلا بالستيل او الحديد او ما شابه فطبعا التكلفه هنا هتكون عاليه جدا ليه لان الخامات نفسها مش هتكون موجوده كمان عمليه التشكيل بتاعتك هتكون عمليه صعبه جدا لان طبعا يكون عندك كمر حديد او خلافه وانت عايز تعمله او اعمده من الحديد طبعا هيكون باوزان كبيره جدا جدا طبعا وتكلفه عاليه في عمليه التشكيل يبقى الخرسانه ليه؟, ليه هي اقتصاديه عشان مكوناتها موجوده اللي هي الزلط والرمل وما شابه والاسمنت وخلافه طب ده كان اول ميزه ثانيا الميزه التانيه بيدوم عمرها طويلا طبعا خرسانه المسلحه دي ليها عمر افتراضي كبير معايا بتعيش ليه لان طبعا هي مش زي الحديد او المواد المعدنيه معرضه لعمليه الصدا وما شابه وبالتالي فهي عمرها اطول بعد كده تتحمل احمالا كبيره وطبعا ده بيراعيها المصمم او الاستشاري في عمليه التصميم وعمليه المتابعه بعد كده لتنفيذ الاعمال فبتتحمل احمال كبيره لان هو بيكون حاسب الاحمال دي قبل عمليه التنفيذ وده ميزه من مزاياها بعد كده بيقول لي تعيش في الماء والجفاف ان الخرسانه بيكون معمول حسابها في عمليه الصب ان انا لو في منطقه يعني زاد جو حار أزود نسبه الميه بشكل معقول بحيث ان ما يحصلش ما يحدثش عندي عمليه جفاف للخرسانه وفي المناطق اللي هي الجافه اللي هي اللي هي قصدي الميه فيها رطبه بقلل نسبه الميه وبنسميها واتكلمت عليها قبل كده بتكون يعني الى حد ما جافه نسبيا عشان اقدر اقاوم الرطوبه اللي موجوده في الجو يبقى عندي كده كم ميزه اقتصاديه التكاليف يدوم عمرها طويلا تتحمل احمال كبيره تعيش في الماء والجفاف ده من ضمن المزايا نكمل امكانيه صبها وتشكيلها بسهوله باشكالها ومقاساتها المختلفه اه طبعا ليه؟ لان انا بقدر ان انا اصبها واشكلها اقدر اعمل عمود اعمل كمر اعمل قاعده طبعا بسهوله جدا لان انا بستخدم الايه؟ بستخدم خشب وفرم خشبيه بسيطه وبالتالي عمليه التشكيل بتاعتي بيكون سهلة. بعد كده بتقاوم درجات الحراره المرتفعه والحريق والتاثيرات الجويه لان الخرسانه طبعا غير قابله للايه للاشتعال وبالتالي فهي بتقاوم عندي درجات الحراره العاليه والحريق والتاثيرات الجويه ده كمان ميزه الميزه الاخيره والمهمه برضو عندي استعمال الاخشاب التي تستعمل في تشكيل العبوات الخشبيه اكثر من مره يبقى يا شباب ليه؟ ليه؟ لان بيقول لي هنا من ضمن المميزات ان انا بستخدم خشب أكتر من مرة في الأعمال الخرسانة المسلحة، مهيش حاجة أقدر أستخدمها مرة واحدة وبعد كده بتستهلك عندي، لا ده أنا الخشب ده بيكون مستمر معايا أقدر أعمل منه لواعد ثم بعد كده أعمل الأعمدة والكاميرات وما شابه في مبنى وأرجع تاني بعد كده في مبنى تاني أنضفه وأستخرج المسامير منه وأنظفه من الخرسانة وما شابه، وبستخدمه مرة واتنين وتلاتة في منشآت كتيرة يبقى هو من ضمن مزاياه برضه إن هي ما بترهقش الصنايعي او المقاول ان هو بيستخدم ايه آه الخامه بتاعته في تشكيل الخرسانه لمره واحده لا لاكثر من مره فبيقول لي استعمال الاخشاب التي تستعمل في تشكيل العبوات اللي هي الفرم او الشدات الخشبيه اكثر من ايه من مره ده كده كان مميزات الخرسانه ولو انا بتكلم عليها وبعمل لها اهو يعني شكل مختصر بقول من مميزات الخرسانه المسلحه واحد تتحمل احمالا كبيره اثنين تعيش في الماء والجفاف ثلاثة بيدوم عمرها طويلا بعد كده أربعة إمكانية صبها وتشكيلها بسهولة وإحنا قلنا ده بسبب الإيه؟ الخشبية بتقاوم درجات الحرارة بعدين استعمال أخشاب الفرم الخرسانية أكثر من مرة وكانت آخر حاجة أنها اقتصادية التكاليف يبقى الشكل اللي قدامي ده يا شباب بيوضح مميزات الخرسانة المسلحة بتاعتي بشكل مختصر اهو عشان لو أنا جبت لك في الامتحان صح وخطا او اكمل اذكر او اكمل من مميزات الخرسانه المسلحه نقط ونقط ونقط ست نقط فانت تقدر تجاوب عليهم بشكل مختصر اهون ومفيد وواضح امامك زي ما احنا شرحناه. طيب بعد كده ندخل على عنوان ثاني العوامل المؤثره على الخرسانه، الخرسانه زيها زي اي ماده في مجموعه من العوامل بتؤثر عليها لازم نكون ملمين بيها وعارفينها، واحد بيقول لي هنا نسبه المياه فبيقول يجب ان يضاف الماء للخليط بكميات مقاسه مقاسا مضبوطا يعني طبعا كميه الميه اللي موجوده دي ماهيش كميه يعني اعتباريه لا ده كميه لازم تكون حسب مواصفات سابقه في الاعداد وبقول لي حسب القيم المحدده والتي يجب ان تاخذ في اعتبارها كميه المياه التي قد تكون موجوده اصلا في الرمل ولا ودي هنوضحها كمان شويه ولقد يعني وجد من التجارب ان الحد الاقصى للمياه اللازمه للخلط لا يزيد عن 170 لتر آه لتر مكعب في حاله الخلط الهون اليدوي و160 لتر في حاله الخلط اللي هي الالي كما يجب الا تزيد تلك الكميه عن كذا هنكملها دلوقتي ولكن قبل ما ندخل في الشريحه الثانيه انا حابب اوضح هنا او نعمل سبوت كده على كمية المية اللي موجودة في الخرسانة بيقول لك ايه هنا يا شباب نوضحها كده خلي بالك انك انت في اثناء عملية الصب لازم تراعي حاجتين ايه هما انك انت الرمل ان هو ممكن يكون اصلا رطب يعني هو في نسبة مية موجودة في الرمل اللي انت هتستخدمه في عملية الصب وبالتالي لازم كمية المية اللي هتستخدمها في الصب ماهيش كمية اعتبارية كده او حاجة يعني بالاجتهاد لا دي حاجات لازم تكون سابقه الاعداد في عمليه التنفيذ، المهندس المصمم عامل حسابه في كميه الميه اللي موجوده، ليه؟ لان هو بيراعي كميه الميه اللي موجود اللي ممكن تكون موجوده اصلا في الايه؟ في الرمل، لان الرمل ده وارد جدا انه يكون جاي من مكان رطب، وبناء عليه هو اصلا داخل فيه ايه؟ نسبه ميه. تمام كده؟ يبقى اذا كميه الميه اللي هتستخدم في عمليه الخلط، خلط الخرسانه المسلحه دي للخرسانه اللي داخل فيها مكوناتها رمل فيه نسبة رطوبة أكيد المية فيها هتكون إيه؟ أقل ده نقطة النقطة الثانية اللي احنا بنوضحها برضو انك انت ممكن تكون بتشتغل او الخرسانة المسلحة دي انا هشتغلها في منطقة اصلا التربة اللي هتستخدم فيها الاواعد دي ممكن يكون فيها اصلا ايه نسبة رطوبة وبناء عليه هنا لو تفتكر من الحلقة الـ اللي اتقالت قبل كده او اشتغلناها مع بعض قبل كده الحلقه السابقه ان احنا اتكلمنا عن نوع من الخرسانه كده بتصل فيه نسبه الميه نسبه اقل وبيطلقوا عليها بره الصناعيه بيسموها خرسانه مفلفله، يعني ايه مفلفله؟ ان نسبه الميه فيها بتكون اقل. ليه؟ او يا بس ان هو يقدر ان هو يخلطها مع بعض، نسبه ميه بسيطه. ليه بيعمل القصه دي؟ عشان هو عارف ان هو هيرمي الخرسانه دي في تربه، التربه دي فيها رشح كميه ميه موجود تمام؟ فلما بيرميها الخرسانه دي نسبتها قليله او خرسانة فلفله زي ما بنقول مع الميه اللي موجوده في اصلا في التربه الرطوبة اللي موجوده في التربه وان كانتش وان كانت ما هيش ميه صريحه كده مقابلاني طالعه يعني في نسبه رطوبه موجوده في التربه دي فبيعمل حسابها المصمم اثناء عمليه التصميم وهو بيتكلم في المواصفات الخاصه بعمليه الصب ما انا وانا بوصف الخرسانه عشان المقاول ياخد السعر ويديني السعر بقول 8 بالمتر مكعب خرسانه مسلحه مكونه من 8 من 10 متر مكعب زلط و4 من 10 متر مكعب رمل تمام كده و300 او 350 كيلو جرام اسمنت خلاص كده على ان يتم العمل حسب اصول الايه الصناعه وهو وهو بيتكلم بيقول لي واستخدم حديد مثلا 150 كيلو جرام حديد و160 لتر مياه بيكون هو وهو بيذكر المواصفات دي دي اسمها مواصفات مراعي طبيعه التربه وطبيعه الماده الرمل اللي هيستخدم ايه معاه في تحديد كميه المي وهنا بيقول لك ان هو في حاله الخلط الالي بتصل كميه الميه الى 170 لتر الخلط اللي هو اسف اليدوي بتصل الى كام 170 لتر اما في حاله الخلط الميكانيكي اللي هي الخلاطه او محطات الخلط المركزيه بتصل الى كام الى 160 بتقل ليه بتقل يا مستر او انا ممكن اسالك السؤال ده وتجاوبنا عليه انت ليه احنا بنقلل كميه الميه في الخلط اللي هو اليدوي عن الخلط الميكانيكي عن الخلط اليدوي انا اقول لك لانك انت في الخلط اليدوي هو بيتم عمليه الخلط على ممكن في بعض الحالات على الواح من الخشب وبالتالي بيتسرب نسبه من الميه او زي ما احنا قلنا قبل كده بيعمل دمسه الدمسه دي عباره عن تجهيز المكان بيكون مجهزه من الخرسانه على ارض قبلها مثلا باسبوع المنطقه دي بتكون بقى منطقه معده بعد كده قلنا ان هي ما بتقلش عن أربعة في 4 متر معده بعد كده ان هو يتم عليها عمليه الخلط حتى لو المنطقه دي معمولة اللي هي منطقة الخلط دي وانت مجهزة قبل كده عشان هتيجي تعمل عليها عملية الخلط برضه اثناء عملية الصب ممكن بيتسرب منك كمية من ايه من المية يبقى اذا هنا المشرع او المنفذ او المصمم هنا راعى النقطة دي انك انت في حالة الخلط اليدوي بتزيد كمية المية بتصل إلى 170 مع خلي بالك يكون مع مراعاة برضه طبيعة التربة اللي هشتغل فيها وطبيعة الرمل اللي أنا هشتغل إيه بيه داخل فيه نسبة رطوبة أو لا أما لو في الخلط الميكانيكي أو محطات الخلط المركزية أو ما شابه طبعا أكيد كل نقطة مية بتتحط في الصندوق أو الحلة بتاعت الخلط ما فيش حاجة فيها بتهدر وبالتالي كمية المية فيها بتكون إيه أقل ومظبوطة برضه مع مراعاة منطقة اللي بيصب فيها تمام كده ان فيها رطوبه ولا لا ومع مراعاه الرمل نفسه يكون داخل فيه نسبه رطوبه ده الجزئيه الخاصه بنسبه الميه لان هي زي ما قلنا ان الخرسانه زيها زي اي ماده لها مجموعه من العوامل بتؤثر فيها اتكلمنا عن اول عامل دلوقتي اللي هو كميه الميه او نسبه المياه نكمل مع بعض في بتاعتنا بعد نسبه الميه ده من ضمن العوامل عندي عامل ثاني اهو بيقول هنا ايه؟ نسبة الركام اه نسبة الركام ده اللي هو الزلط خلي بالك عشان احنا هنا الركام ده ممكن بقول له ركام او زلط فبيقول لي ايه لضمان تجانس الخرسانه يجب ان يراعى يعني لازم تراعي ان يكون الركام المستعمل متدرجا في الحجم حيث يتراوح في الاعمال الاعتاديه بين ثلاثة وأربعة سنتي وذلك للحصول على كتلة خالية إلى حد كبير من الفراغات يعني ايه يا شباب الجزئية دي؟ يعني بيقول لك انك انت لازم في الاعمال الاعتياديه اللي هي المباني الخاصه بينا او الانشاءات اللي هي العاديه ما هيش ذات الطابع الخاص او الطابع الحكومي اللي بتشرف عليها الجهات المعينه عشان هي بعد كده هتتحمل احمال كبيره بيقول لك ان نسبه الركام اللي هو حجم الركام بتاعك ما يزيدش ما بين من 3 الى 4 سم الزلط المستخدم ما يزيدش من 3 الى 4 سم ولازم يكون متدرج طب التدرج ده انا هستفيد منه بايه او هو هيعود على الخرسانه المسلحه بتاعتي بايه ان انا اضمن ما يحدثش عمليات عملية فراغ او فراغات كبيرة هوائية تكون موجودة ما بين كتل الزلط دي لان طبعا لو الاحجام بتاعتها بتزيد عن النسب المقررة دي ممكن يحصل عندي او زي ما بنسميه في الشغل وبيسموه بره الصناعية في مجال العمل يعني او في الموقع بيقول عليه تعشيش التعشيش ده بينتج من حاجات كتيرة جدا اهمها حاجتين ان ممكن طبعا ضيق المسافات اللي هي بتستخدم مثلا يكون عندي كمر كمر تاع 20 سنتي بمطائط او بعرض الطوبة بتاعتي ممكن مع الفرم او كذا بصل الى ممكن تصل عندي الى 18 او 17 سنتي داخلها كمان حديد لما اجي اصب في خرسانة مسلحة وانا مستخدم زلط كبير اكبر من النسب المقررة دي مانيش عامل عملية التدرج او مراعي جزئية زي كده ان انا بصب في كمر ضيق في جوا حديد ممكن لو انا عندي كتله كبيره من زلط او ما شابه بتعمل عندي فراغ ممكن تعشش ليه ما بين الزلط وبين الكنات او الحديد اللي موجود داخل الكاميرا وبناء عليه بتحصل عندي اماكن ممكن من خلالها بتكون مناطق ضعف آه للخرسانه ممكن اقل نسبه ميه او رطوبه او ما شابه تدخل للحديد عندي فتعمل عندي مشكله يبقى ده لازم يكون او انا اكون مراعي عامل من اهم العوامل اللي موجوده عندي في عمليه الخرسانه المسلحه او بتؤثر على الخرسانه المسلحه ايه هو يا شباب نسبه الايه الركام الركام اللي هو الزلط في بعض الكتب ممكن تلاقي الركام الصغير والركام الكبير الركام الكبير اللي هو مقصود بيه الزلط الركام الصغير اللي هو الرمل وفي بعض ال القوانين التشريعيه او ما شابه او المواصفات بتيجي صريحه معايا لي الزلط والرمل وبعض الاماكن او المناطق ممكن تلاقي عندك كلمه الركام، الركام اللي هو مقصود به الزلط، اذا ما قالش يعني الزلط صريحه يبقى الركام وبيجي بعد كده يقول لي الرمل يبقى معروف ان الركام هو الزلط والرمل معروف عندنا ومعروف من خلال الشغل بتاعنا. نكمل كده يبقى خلاص عرفت انا نسبه الركام بتاعتي. هنا بيقول لي نسبه الاسمنت، اه ده من ضمن العوامل طبعا. فبيقول لي بتختلف مقاومة الخرسانة للضغط باختلاف كمية الأسمنت الداخل في تركيبها وأيضا نوع الأسمنت المستعمل وطريقة الخلط أكيد طبعا يعني هو أنت عايز تقول يا مستر أنا عاوز أقول لك أنك أنت نسبة نسبة أو مقاومة الخرسانة دي بتختلف ونوضحها مع بعض لنسبة الأسمنت نفسه يعني هو أنا لما أكون أنا مستخدم خرسانة داخل في تركيبها 200 كيلو جرام أسمنت تمام كده لا مثلا للاساسات او للفرشات او للارضيات او خرسانه الميول زي ما قلت في الحلقات السابقه قبل كده في درس الخرسانه العاديه هتكون نفس القيمه بتاعت قوه الخرسانه دي تمام نسبه الاسمنت فيها هتكون بنفس قيمه او قوه الخرسانه اللي داخل في تركيبها اسمنت او نسبه اسمنت من 300 الى 350 كيلو جرام طبعا لا يبقى هنا الفرق ان بيتوقف مقاومه الخرسانه للضغط ليه لان انا قلت لك قبل كده ان الخرسانه بتقاوم عند جهد الايه جهد الضغط اما الحديد بيقاوم جهد الايه الشد يبقى قوه الضغط دي بتتوقف في الخرسانه على نسبه الايه نسبه وكميه الاسمنت الداخل في تركيبها ايضا كذلك نوع الاسمنت نفسه المستعمل تمام كده وكذلك ارض ايضا طريقه الايه الخلط لان طبعا الخلط اليدوي أكيد أكيد وإن كان برضه هو له مميزاته وله عيوبه له ما له وعليه ما عليه بس أكيد هو طبعًا في بعض المناطق أنا بلجأ له وبحتاجه وبعض المناطق طبعًا بستخدم الخلط اللي هو الميكانيكي. طبعًا طريقة الخلط نفسها بتؤثر على قوة الإيه؟ الخرسانة وأكيد طبعًا الخلط الميكانيكي أو الآلي أكيد هيكون يعني أكثر مزايا من الخلط اليدوي. تمام كده؟ نكمل تاني يبقى نسبة الاسمنت. هنا في جزئية هو بيقول لك عشان انا ممكن اجيب لك سؤال في الجزئية دي، ما احنا اتفقنا مع بعض خلاص إن انا كل جزئية ممكن بعد ما هشرحها احط لك عليها سؤال. وخلي بالك ان ده هيكون خاص بالجزء اللي هو ايه؟ بيتم دراسته في شهر أربعة. فبيقول لي هنا تختلف مقاومة الخرسانة للضغط باختلاف نقط ونقط ونقط، يبقى باختلاف ايه؟ نجاوب بقى مع بعض، باختلاف كمية الاسمنت ونوع الاسمنت وطريقة الايه؟ الخلط، يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات بتتوقف عليها مقاومة الخرسانة لجهد الايه؟ الضغط، خلي بالك يا شباب عشان أنا هنا بنتكلم عن الدرس بتاعنا أو الشريحة وبنجيب جزء أو السؤال المتوقع في الجزئية دي، فأنا هجيب لك سؤال في الجزئية دي وأقول لك بتختلف مقاومة الخرسانة للضغط باختلاف ايه؟ نقط ونقط ونقط، فانت لما تيجي تجاوب عندي لو انت متابع الدرس بتاعنا على القناه بتاعتنا ومتابع الدروس والحلقات بتاعتنا وفي تواصل دائم معنا على رابط القناه هترد عليا او هترد في الامتحان وتقول لي بتتوقف مقاومه الخرسانه لجهد الضغط على كميه الاسمنت ونوع الاسمنت وطريقه الخلط الخاصه بالخرسانه نفسها. طيب نرجع تاني نشوف عامل تاني من العوامل التردد الناتج في الفرم بعد الصب. آه ايه بقى التردد دون؟ بيقول لي هنا تحدث شروخا بالخرسانه تزيد او تزيد من نفاذيتها للمياه وتساعد على صدأ الحديد مما ينتج عنه حدوث ضعف لمقاومه الخرسانه للاحمال وذلك نتيجه لتحرك الفرم اللي هي الفرم الخرسانيه بعد صب الخرسانه او حديد التسليح نتيجه للترددات التي تحدث ومن هنا يجب العنايه بمتانه الشده الخشبيه ومراعاه تثبيت حديد التسليه. هنا بقى يا شباب نوضحها شويه ونقول ان من ضمن العوامل اللي بتاثر على قوه الخرسانه عندي قوه الخرسانه المسلحه وده كله طبعا في الاول وفي الاخر قوه الخرسانه لمقاومه جهد يا شباب جهد الضغط. طيب من ضمن العوامل دي زي الميه الملحة وزي ما اتكلمنا من شويه ونسبه الاسمنت وخلافه والركام عندي عامل تاني بيقول لي مقاومه الترددات انك انت بعد عمليه الصب ممكن وليكن لو انا المقاول او الصناعي اللي شغال مش يعني اه على درجة عالية من القوة في التنفيذ للشدات الخشبية اللي موجودة عندي ممكن مع عملية الرمي رمي الخرسانة وخاصة بقى لو انا بستخدم الوسائل الحديثة زي البامب وما شابه مع ضخ الخرسانة ممكن بيحدث عندي فتح في جوانب الخرسانة او هز الشدة الخشبية نفسها لقوة الضخ بتاعة الخرسانة وبناء عليه التردد ده بيعمل عندي لما اكون انا خلاص هو ضخ خرسانه وسوى الجزء بتاع مثلا في بلاطه سقف وبيكمل وبيسترجع لورا عشان يكمل باقي الايه باقي السقف او مشاب او شابه او الكمر او خلاف مع الهز بتاع الخرسانه ده من الدفع بتاع قوه الخرسانه قوه الرمل بيحدث عندي تردد في الشده الخشبيه نفسها التردد ده بيعمل بيح بيحدث عندي او بينتج عنه عمليه انفصال في مكونات الايه الخرسانه نفسها انفصال ما بين الزلط والرمل او الاسمنت وال والخرسانه بشكل عام يعني والحديد التسليح وبالتالي دي طبعا هنا بيقول لك ايه يجب التنبيه على ان متانه او التاكيد على متانه الفرم الخشبيه اللي هي الشده الخشبيه يبقى هو بعد ما بيخلص الراجل الشده الخشبيه عايز يقول لك انك انت لازم تتابع متانه الشده الخشبيه او بره بنسميها او بيسموها بره في الشغل بتاعنا او في الموقع بيطلق عليها الايه اعمال التقويه فلازم اكون عارف ان الشدة الخشبية متقوية عندي كويس عشان لما لما تنتج عملية الصب او اثناء عملية الصب او ما بعد عملية الصب كمان ما يحدثش عندي تريح من الحمل او الثقل بتاع الحديد التسليح مع رمي الخرسانة كمان يحدث عندي ثقل في الاحمال وبالتالي ممكن يكون عندي جنب ما هوش متقوي كويس في الكاميرات او السقف او مشابه فيحدث عندي ايه هبوط في السقف فلاقي عندي مشكله بعد كده ان الخرسانه طبعا هيحدث فيها شك وبناء بعد كده وبناء عليه هلاقي عندي تشوه في السقف او ممكن مع ضغط الخرسانه لو انا عندي عمود خرساني مثلا وما هوش متقوي كويس ممكن يحدث عندي فتح في الجوانب بتاعته وبالتالي اولا كشكل او مظهر جمالي هيكون شكله طبعا سيء جدا، الحاجه الثانيه الانبعاج او الشكل اللي حصل عندي ده نتج عنده طبعا ضعف في قوه او مقاومه الخرسانه اللي موجوده في العمود ده لمقاومه الجهد اللي هو ايه؟ جهد الضغط او مقاومه الاحمال الواقعه عليه، يبقى اذا هنا هو بياكد انه لابد من متابعه او انك انت لازم تتاكد من اجراء عمليه التقويه للشدات الخشبيه قبل وبعد عملية الصب طبعا قبل أهم لكن أنت لازم تكون متأكد أن الشدة الخشبية متينة وتمام ولازم تكون برضو أثناء عملية الصب حد بيكون موجود لو في أي مشكلة لازم طبعا يتم تداركها بشكل سريع قبل الايه قبل عمليه تحميل الخرسانه على الشده الخشبيه طيب نرجع تاني ونكمل بقى يبقى اتكلمنا عن التردد الناتج في الفرم بعد الصب وقلنا بينتج عنه بقى بعد كده طبعا حدوث شروخ ودي طبعا ممكن تلاقيها في تنميل او ما شابه، اذا كان التنميل اللي هو البسيط بسبب درجات الحراره او ما شابه ده ما بقاش فيه مشكله، لكن لما يكون عندي شروخ كبيره ده بتعمل عندي كارثه طبعا لان هي بتزيد من نفاذية المياه، لان الميه طبعا لو انا عندي مياه امطار او ما شابه نزلت على السقف ده ممكن تعمل عندي مشكله ان الميه كده خلاص الخرسانه اصبحت عندها قابليه نتيجه للشروخ دي لنفاذيه المياه اللي بتصل لحديد التسليح وبالتالي او بناء عليه بيحدث صدا للحديد وبالتالي برضو الاكثر صعوبه او الاكثر خطوره هو حدوث ضعف لمقاومه الايه الخرسانه للاحمال وان هي اصلا في التصميم انت بتكون عامل حسابك من مقاومه الاحمال وخلاص هيبقى عندنا اخر عامل من العوامل اللي هو درجه الحراره ان درجه الحراره بتتغير يوميا ولازم تكون محسوبه في اعمال الخرسانه وتكون انت مراعيها بشكل كويس واثبتت التجارب ان درجات الحراره اللي بتكون على مساحات كبيره اللي هي زي الاسطح وما شابه لان عندي نوضحها كده يا شباب بشكل سريع عندك الاسقف مسطحه كبير وبالتالي بتكون معرضه لاشعه الشمس والعوامل الجويه بشكل اكبر خلاف الاعمده او الاواعد اللي بتكون اصلا في التربه لكن إن السطح او السقف بيكون معرض لانه شكله كبير او مساحته كبيره معرضه اشعة الشمس وزي ما قلت قبل كده ده انا بقدر اقومها بان هو لو في الجو الحار بعمل عليه بغلفها بالخيش وبنديها بالميه اثناء بعد عمليه الصب عشان اضمن ان الميه تكون موجوده ليها عشان ما يحدثش عمليه جفاف سريع لانك انت لو في جو حار ورشيت السقف بميه بعد عمليه الصب ممكن بتتبخر الخرسانه ما لحقتش انها تتعالج بالميه عشان التفاعلات الكيميائيه اللي بتنتج فيها وعايزين ناكد ان احنا كده وصلنا لاخر آه عامل من العوامل المؤثره على الخرسانه المسلحه وبناكد وبنقول لازم تكون متابع لدروسنا على القناه ولو في اي سؤال احنا جاهزين للاسئله بتاعتكم وبعتونا على رابط القناه اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.